قررت البعثة الطبية المصرية عودة معظم أطبائها إلى مقر العيادات الطبية بمكة المكرمة لتقديم الرعاية الطبية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الحجاج المصريين. ويأتي هذا في إطار حرص البعثة الطبية للحفاظ على صحة الحجاج المصريين نظرا لارتفاع درجة الحرارة بمناطق المشاعر المختلفة. يواصل ضيوف الرحمن بمشعر ميناء رمي جمراتهم الثلاث أول أيام التشريق، وتم تصعيدهم بنجاح على جسر الجمرات الذي شهد مرونة بالغة مقارنة بالأمس نتيجة للإجراءات والبدائل المستجدة التي أعدتها السلطات السعودية والبعثات النوعية المصرية التي قررت عودة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة العودة إلى مكة المكرمة ورمي جمراتهم بالوكالة، إضافة إلى قيام البعثة الطبية المصرية بعودة أطباء البعثة إلى مكة لفتح عياداتها مرة أخرى لخدمتهم على مدار الساعة. هي أصحاب أعذار تم رجوعهم إلى الفنادق في مكة المكرمة، فتم اتخاذ إجراءات أن معظم البعثة الطبية سواء أطباء أو تمريض أو صيادلة سيتم رجوعهم إلى العاصمة المقدسة فنادق الإقامة لمتابعة حالات أصحاب الأعذار والمرضى الموجودين في فنادق الإقامة. الحمد لله الأمور حتى الآن مستقرة، بعض الحالات بيتم دخولها المستشفيات من الحجاج الرسميين وبيتم تنويمها، في بعض بيتمثل للشفاء وبيتم خروجه، والبعض الآخر ما زال منوم، وما زال فرق المرور بتتابع كافة الحالات الموجودة داخل المستشفيات. بعثة الحج هدفها تقديم الخدمة للحجيج، فبيتم توزيع جدول معمول على صورة شفتات للأطباء والتخصصات عشان نستمر في تقديم هذه الخدمة للحجيج ابتداء من اليوم متكملة لحد نهاية البعثة، ووضعين في الاعتبار طبعا توزيع التخصصات، توزيع الاحتياج، الخدمات، توزيع الأدوية في كل العيادات، فالعيادات هتبقى قائمة وشغالة استقبال الحجيج بقى اللي هم هيجوا تباعا مع بعض. كما تواصل البعثة الطبية المصرية من خلال فراقها بالمستشفيات رصد الحالات التي يستجد دخولها للوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لها على مدار الساعة. بتمر على مستشفيات المشاعر سواء في عرفات أو في ميناء، بنتابع الحالات المرضية اللي موجودة، وبنتابع لو لا قدر الله في مفقودين أو في حالات وفيات. معظم التشخيصات اللي اتشخصت جوه المستشفيات معظمها إجهاد حراري بسبب عوامل السن وارتفاع درجات الحرارة وإهمال بعض الحجاج في التعليمات الصحية اللي اتقالت عن طريق الفريق الوقائي، شرب المية والسوائل بكثرة. معظم الحالات كانت إجهاد حراري للأسف. قبول واستحسان من قبل ضيوف الرحمن لما يقدم لهم من خدمات لوجستية ميسرة خلال أدائهم المناسك. فائقة، ما فيش زحام النهاردة أولا، امبارح كان في زحام موت، النهاردة جو رايق، جو كويس مهما يكون حر، بس حاسين براحة نفس وهدوء. بنشكر طبعا الجهات المسؤولة على النظام وعلى المجهود اللي عاملينه مع الحجاج، وربنا يجازيهم كل خير. بقى واقفين قدام الشاهد وبنرمي براحتنا ومفيش اي زحام في الوقت ده، امبارح كان زحام بسيط كده، بس الوقت ده النهارده كان جميل. الحمد لله ان ربنا حقق لنا امنيتنا وقدرنا الحمد لله نحج، الحمد لله، وربنا يكمل مناسكنا على خير والدنيا رايقه وجميله والخدمه ممتازه. الله ربنا يتقبل، ربنا يتقبل يا رب. مرات عديدة يا رب، ونولها لكل مسلم وكل مسلمة بزيارة بيت الله الحرام يا رب، ووعدنا جميعا. حج مبرور وذنب مغفور يا رب، اغفر لنا يا رب. رغم ارتفاع درجة حرارة الجو هنا في مشعر منى، ارتفعت معها الأجواء الروحانية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق الأول، فالكل يتبارى ابتغاء مرضات الله، داعين الله أن يكون حجهم حجا مبرورا، نسأل الله ذلك. محمد حلمي، التلفزيون المصري.